طب انا كده زهقت قوي بقى، انا هستأذنك وبعدين خليها تعدي عليا في النادي. اوكي اوكي حبيبتي ماشي. وعلى فكره لازم تغير موبايلك، نفس لون ورنه موبايل لولو. احنا كنا جايبينهم مع بعض. انت عارفه انا كذا مره في الشركه اتلخبط واخد تليفونها غلط، هغيره هجيب واحد لون تاني. اوكي نور، مبسوط اني شفتك يا حبيبتي. انا كمان مبسوطه قوي. بس خدي بالك من نفسك. انت كمان. يلا باي باي حبيبتي. باي. ايه ده؟ كل ده مش عارف تمشيها؟ وانت يعني كان لازم تسيبي تليفونك هنا؟ انا اتلبخت. امسكي امسكي. يلا. بقول لك ايه يا ام؟ ايه اللي انت عايز كلام خالص؟ شكلها شكت عشان كده بتتصل. لا لا ما شكتش. ردي. الو. ايوه يا نور. الو. ايوه يا لويس الحقيني، كان في واحد عايز يخطفني دلوقتي. يخطفك؟ مين ده؟ ازاي؟ معرفش، انا تحت بيت ده، ده عليه بسرعه. طيب طيب انا هتصل بهشام ينزلك، هو اقرب واحد ليكي. وخليكي وسط الناس او العربيه، واقفلي على نفسك كويس، ما تخافيش. الحق واحد كان هيخطفها تحت. انزل انت شوف على ما اكلم علي واشوف اذا كنت هقدر اوصل لكمال ولا لا، واوعى تخلي اي حد يطلع لي هنا الا ما اتصل بيك واقول لك ان انا نزلت. طب يلا خفي نفسك يا ودي. اقف هنا يا راجل. ليه يا باشا؟ قلت لك اقف هنا. نزل الحيوان ده. نزله. تعال. فين الموبايل بتاعك؟ موبايل فين؟ جايبتي. سكرتيرة بتاعتك اسمها ايه؟ جوال. مكتوب بالدايل نمبر. كلم السكرتيرة بتاعتك كلها تحولي العشرة مليون دولار على حساب اللي عندك. كلم. جوال، حولي عشرة مليون دولار على حساب كمال اللبيت على سويسرا. بس توصل لحوالي بعتي لي السيجنال كونفيرميشن دغري، بديها خلال دقايق. دخيلك بسرعة. خلص عليها هوجن. لا دخيلك دخيلك. لا دخيلك. لا لا خلص عليها هوجن. خلص. مفيش دم تاني يا باشا. تتعصى امر يا هوجن. بقول لك مفيش دم تاني. يلا بينا نرجع بلدنا. انا وانت مشوارنا سوا مش فاضل فيه غير محطه واحده. يلا يا باشا. ماشي يا هوجن. اتفضل يا باشا. احمد ربنا انك وقعت مع هوجا، كان زمانك جثه من غير روح. انزل. ما تقلقش، شويه ورجالتك هيلاقوك.